تخفيف القيود مجامله ام ورطه؟ هذه ما تتناقله الصحف العالميه حول النمسا والدنمارك والتشيك ايضا الذين ينمون تخفيف القيود. 12852 حاله اصابه في النمسا حتى هذه اللحظه و 273 حاله وفاه. السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا بنشره كورونا على الساعه الرابعه الخاصة بالنمسا نبدأ معكم مع آخر الأرقام مع نورال شكرا لك وأهلا بكم إذا في البداية إلى التقرير اليومي حول فيروس كورونا في النمسا الخاص بإنفوغرات إذا نسبة الزيادة يوم أمس 2.8% أي 342 حالة عن يوم أول أمس فيكون العدد الإجمالي من المصابين في النمسا 12639 حالة مؤكدة أي بزيادة طفيفة عن يوم أول أمس وذلك حسب وزارة الصحة النمساوية ويذكر أنه يوجد 243 منهم بحالة خطيرة و258 حالة وفاة أي بزيادة 13.4% أي 30 شخص عن يوم أول أمس أيضا 4046 حالة شفاء أي بزيادة 16.85 أي بالمئه اي 538 شخص عن يوم اول امس ولو قمنا بعمليه حسابيه مختلفه قليلا وقمنا بطرح حالات الشفاء والوفيات من العدد الاجمالي للمصابين فنجد بان العدد هو آلاف وثلاثة 8353 حاله مصابه بفيروس كورونا حاليا موجوده في النمسا الآن إلى آخر الأرقام اليوم من إحصائية وزارة الصحة النمساوية فقد عدد وصل العدد الإجمالي المصابين في فيروس كورونا في عموم النمسا إلى 12,852 حالة مؤكدة هم في ولايات النمسا حيث يوجد في فيينا 1860 وفي فورالبيرك 793 وفي تيرول 2000 وتسعمائة وثلاثة وفي شتايامارك ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين سالتسبورغ ألف ومائة وتسعة عشر في النمسا العليا ألفين وسبعة وثلاثين وفي النمسا السفلى ألفان و ألفين ومائة واثنان وعشرين وكارنتن ثلاث ثلاثمائة وثلاثة وخمسين وبرغنلاند مائتان واثنان وأربعين الاشخاص الذين تم وضعهم في المشافئ النمساويه وهم 1096 شخص الى الان والاشخاص الذين هم بحاله خطره وتحت العنايه المشدده هم 267 شخص مصاب الى صفحه اخرى لقراءه اعداد الفحوصات التي تمت في النمسا واعداد الوفيات واعداد الاشخاص ايضا الذين تعافوا من هذا المرض فقد ارتفع أعداد الفحوصات في عموم النمسا إلى 120755 فحص تم لأشخاص شك بإصابتهم بفيروس كورونا وأيضا ارتفاع أعداد الوفيات في عموم البلاد إلى 273 وأيضا بالمقابل ارتفاع أعداد الأشخاص الذين تعافوا من هذا الفيروس إلى 4512 وهم بالتفصيل في بورغنلاند ثلاث حالات وفيات وواحد وسبعين حالة شفاء، في كارنتن خمس حالات وفاة ومائة وثمانية واربعين حالة شفاء، في نيدا اوسترايخ اثنان واربعين حالة وفاة و وستة واربعين حالة شفاء، في النمسا العليا ثمانية وعشرين حالة وفاة وثمان... و858 وثمانية وخمسين حالة شفاء، وفي سالتسبورغ عشرين حالة وفاة.

اذا وصلنا الى اخر احصائيات هذا اليوم شكرا لكم والتقيكم غدا باذن الله شكرا لك نورال على هذه التوضيحات اذا زياده طفيفه عادت للتصاعد مجددا صحيح هي زياده يعني لا تذكر او تكاد تكون اقل بقليل بكثير من الارقام التي كانت تاتي قبل اسبوع او عشره ايام ولكن يعني يوجد زياده تختلف بين اليوم والاخر ناتي معكم بسرعه الى اهم الاخبار والعناوين لهذا اليوم ارتفاع الاصابات فيروس كورونا الى 12840 و273 حاله وفاه فقد اعلنت وزاره الصحه النمساويه عن عدد اعداد الاصابات يعني يعني كما ذكرت نورال قبل قليل ولكن قال رودلف أتشوبا وزير الصحه اليوم في تصريحات ان الزياره اليوميه في الإصابة، الزياده اليوميه في الاصابات حاليا بلغت 2.56% معتبر انه مؤشر مطمئن لافتا الى ان معدلات النمو كانت اكثر من 40% في الايام القليله الماضية وصف الوزير معدل معدلات النمو الحالية بأنها نجاح كبير لليوم الرابع على التوالي حيث كانت عدد كان عدد المتعافين من الفيروس اكبر بكثير من الاصابات الجديده وناشد الوزير بالحفاظ على البقاء في المنزل في عطله عيد الفصح قائلا علينا الان ان نواصل الاجراءات حتى لا نعرض هذا التطور الايجابي للخطر خبرنا الاخر المفوضيه الاوروبيه تستعد لاطلاق استراتيجيه للخروج من ازمه كورونا فقد خططت المفوضية الأوروبية لاستراتيجية خروج للاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي كورونا بعد أن أعلنت بعض الدول, بعض الدول الأعضاء بالفعل عن بدء خطوات تدريجية نحو عودة الحياة إلى طبيعتها وذكر المتحدث إيريك مامر أن رئيسة المفوضية أرزولا فون ديرلاين سوف تقترح غدا الأربعاء أو اليوم هو فعلا إجراءات تهدف إلى ضمان تحرك الدول الأعضاء بطريقة منسقة عندما يحين الوقت لتخفيف إجراءات الإغلاق الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع ما زال مستمر ما زال مستمر حتى الآن وحتى حسب آخر يعني التسريبات أو الأخبار الواردة من هناك فإنهم لم يتفقوا فعليا على هذه الميزانية سنوفيكم إن شاء الله بتفاصيل الخبر فور يعني قدومهم ايضا وزيره السياحه النمساويه السياحه ستعود ببطء منتصف ماي المقبل. فقد اكدت اليزابيث كوستنجر وزيره السياحه ان السياحه ستعود ببطء اعتبار منتصف شهر ماي المقبل وستكون قاصره على السياحه الداخليه وقالت ان التعافي سيعود الى المطاعم والفنادق والانشطه الترفيهيه بشكل تدريجي في منتصف ماي المقبل مشيرة إلى أنه في نهاية شهر أبريل الجاري سيكون من الضروري إجراء تقييم لوضع الإصابات بفيروس كورونا، وأضافت أنه يجب أن يسود الوضوح بشأن الإجراءات المقبلة بنهاية الشهر الجاري وأن وزارة السياحة تبحث في أفضل الآليات لمواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا على القطاع السياحي حتى, تصل حتى تم التوصل بالفعل الى خطوات مهمة تساهم في حل المشكلة مشيرة الى انه سيتم اعتماد قواعد سلوك جديدة في المنشات السياحية وذلك حتى يكون لدينا لقاح يمكننا من خلاله مكافحة الفيروس وأوضحت أن 75% من الليالي السياحية تأتي من الأجانب حيث توفر السياحة حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لافتة إلى تضرر صناعة السياحة بشكل كبير بسبب فترة التوقف أيضا النمسا العودة لحرية السفر الكاملة مرهونة بهزيمة كورونا عالميا اليوم في المؤتمر الصحفي الذي جمع وزيرة السياحة ووزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ فقد قال أن الطريق لا زال طويلا للعودة إلى حرية السفر الكاملة مشيرا إلى أن هذا سوف يحدث فقط عندما يتم هزيمة فيروس كورونا عالميا وقال إن الوزارة تواصل تنظيم رحلات العودة للمواطنين من مختلف دول العالم حيث تم تنظيم 37 حتى الآن من 27 دولة في خمس قارات وتم بالفعل إعادة 7100 مواطن إلى البلاد وذكر الوزير أنه لا يزال أيضا هناك 3500 شخص لهم إقامة في النمسا ومتواجدون حاليا في الخارج لأسباب خاصة أو تتعلق بالعمل موضحا أنه أن نحو ألف شخص فقط منهم يريدون العودة إلى البلاد وزير الصحة يحذر من الخروج في احتفالات عيد القيامة يعني وسط قلق حكومي من عودة تسارع انتشار المرض في فترة الأعياد ناشد رودلف أنشوبا وزير الصحة المواطنين بالحفاظ على الوقاء في المنزل في عطلة عيد الفصح قائلا علينا الآن أن نواصل الإجراءات التي لا نعرض هذا التطور الإيجابي فيها للخطر، يعني الخبر هذا مشابه للذي سبقه، أيضا فرض ارتداء الكمامات في النمسا يغذي الجدل حول تعميمها وجدواها. فقد تبنت بعض الحكومات الاوروبيه آه هذا الخبر فعليا سيكون هو محور نقاشنا في ان هل تخفيف القيود ورطه ام مجامله سناخذه في الجزء الاخير من النشره حتى نقوم بنقاشه سويا مع المشاهدين. الازمه تدفع بشركه الطيران النمساويه في الاستنجاد الى الاستنجاد بالحكومه هذا الخبر من المزود طبعا. ذكرت ذكر موقع كورونا نقلا عن وكاله الانباء بلومبرغ بان شركه الطيران اوستريان دخلت في مفاوضات مع الحكومه من اجل الحصول على مساعدات حكوميه تجعلها تتخطى التبعات الاقتصاديه التي احدثتها ازمه كورونا باقل الخسائر وحسب المصدر فهناك حديث عن طلب الشركة شركة الطيران النمساوي لمساعدة بقيمة 500 مليون يورو واليوم تم زيادتها إلى 800 مليون يورو لكن المتحدث الرسمي باسم الشركة فنت هذه الأخبار وأكد بأن المفاوضات مع الحكومة ما زالت في مرحلتها الأولى ولا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن أي أرقام طبعا يذكر أن الشركات شركات الطيران وشركة أوسترن إيرلاينز يعني باعتبار هنا في النمسا تكبدت الخسائر الكبيره وتقليل عدد كبير من العاملين فيها بسبب هذه الازمه التي تمر علينا يعني هذه كانت تقريبا اهم الاخبار يوجد خبر معلق سناخذه فيما بعد آه خبر اخر اليوم كان يوجد مؤتمر صحفي لوزير التعليم هانز فاسمان حيث اشار بان بان التعليم سيبقى متوقفا حيث اشار بان التعليم سيبقى متوقفا حتى نهايه يعني يعني حتى منتصف الشهر المقبل ولكن مع بدء من بدايه الشهر المقبل ايضا ما يسمى بالماتوره او البكالوريا هذا سيستمر وسيكون الفحص فيه فقط كتابيا ولا يوجد اي شيء شفوي يعني لا يوجد المندلش ما يقال او التسميع او هذا الشيء من هذا القبيل سيكون الفحص كتابي فقط وسيكون على مراحل سيكون على مراحل ستنظمها وزاره التعليم في المرحله المقبله بالتعاون مع المدارس وستفتح المدارس في الخامس عشر من مايو ولكن ليس لاستقبال التلاميذ لاستقبال فقط الحالات الطارئة والذين أهلهم فعليا يعملون ولا يستطيعون يعني الجلوس مع أبنائهم فبإمكانهم وقتها إرسالهم إلى المدارس ولكن المدارس بشكل فعلي هي مغلقة حتى إشعار آخر ولا يوجد أي شيء جديد بهذا الخصوص مشاهدينا متابعينا الاكارم سناتي الى الخبر الذي يعني سنحاول نقاشه معكم هل تخفيف القيود في النمسا هو ورطه سنشعر بها جميعا ام ان الموضوع عباره عن مجامله لبعض الكتل الاقتصاديه الموجوده هنا في النمسا فقد كتبت احد الصحف تبنت بعض الحكومات الاوروبيه ممارسه ارتداء اقنعه الوجه المتبعه في شرق اسيا للحمايه من الاصابه بفيروس كورونا، فهل يجب ان تحذو الولايات المتحده ودول الاتحاد الاوروبي الاخرى حذوها؟ واذا كان الامر كذلك فهل يمكنهم الحصول على كمامات كافيه والتغلب على محرمات ثقافيه تتعلق بتغطيه الوجه؟ أرتديها لحماية نفسي هكذا برر شاب من شرق آسيا ارتدائها ارتدائه للكمامة لصبي أشار إليه بحماسة في جنوب بريطانيا حيث لا يزال ارتداء الكمامات نادرا على الرغم من انتشار الفيروس كما هو الحال في معظم الدول الغربية قد آه يعني يكون هذا على وشك, آه وشك التغيير أن أمرت النمسا ومدينة بينا شرقي المانيا قبل أيام قليلة المواطنين بارتداء كمامات في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار الوباء وفرضت سلوفاكيا والتشيك وبلغاريا قواعد مماثلة أيضا على الرغم من أن بلغاريا اضطرت إلى إلغاء الأمر بعد صدوره بفترة وجيزة وبالفعل ارتدى جميع الوزراء في الحكومة المحافظة في سلوفينيا سلوفاكيا عفوا الكمامات خلال حفل أداء اليمين في الواحد والعشرين من أذار مارس المنصرم وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون أيضاً مسألة الفرض الإلزامي لارتداء الكمامة حيث توفر الكمامة القليل من الحماية فقط لمن يرتديها ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية والباحثين ومع ذلك تقول شون يونغ وهي طبيبة أطفال متخصصة في الامراض المعدية والصحية العالمية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ان هناك بعض الدلائل على ان الاقنعة تساعد في منع انتشار العدوى للأخرين وقالت ان معظم الأبحاث أجريت في ضوابط رعاية صحية وبشكل رئيسي على الف الانفلونزا يعني ما أعلم أنا آه يعني سأحاول التعامل مع شيء من تعليقاتكم وآرائكم مشاهدين متابعين الذين يسمعوني ويشاهدوني الآن برأيكم ما قامت به النمسا هل هو فعليا ورطة أم هو فعليا مجاملة بشكل أو بآخر هل فعلا النمسا تمكنت من يعني تمكنت من الانتصار على هذا الفيروس وحيث تدعو للعوده للحياه الطبيعيه يذكر انه من الاسبوع المقبل من الاثنين تقريبا ستبدا بعض المراكز التجاريه الخاصه ببيع مواد البناء ومواد الحدائق والاجهزه الالكترونيه ستعاود فتح ابوابها ولكن مع تنظيم طريقه الدخول والخروج هكذا حسب ما قالوا وايضا الحدائق ستفتح في نفس الوقت من الاسبوع المقبل يعني على ما يبدو انه لا يوجد التفاعل الشديد في هذا الشان من مشاهدينا ما بعرف انا ما عندي كل التعليقات صراحه أنا عم تظهر رح نحاول نعمل تحديث بسيط للشاشه حتى نشوف احنا نوع من التعليقات بهذا الخصوص خاصة موضوع الكمامة أيضا يعني تعتبر الآن إلزامية في جميع مراكز التسوق وسيتعرض لمن يرفض ارتدائها لغرامات لغرامات شديدة يعني لتصل ل 3600 يورو يعني ليست بالمسحة كما يقال مشان ميديا محمد عم تقول شو مشان كورسات اللغه لا يوجد شيء بهذا الخصوص كل المؤسسات التعليميه فعليا متوقفه أه ميديا محمد حاليا يعني ما في اي جديد بهذا الخصوص قبل منتصف الشهر المقبل لا يوجد اي شيء أه زهر الاوركيد والله المفروض يستمر حظر التجول لحين انتهاء ازمه الوباء بشكل نهائي يعني وجهة نظر لا طبعا الاعداد في زيادة ودي مصيبة سوسن امير يمكن يرتفع عدد الاصابات من جديد هذا الكلام كله وارد طبعا وحتى انه نظرية ما يسمى بمناعة القطيع هذه تقريبا لم تثبت يعني لم تثبت جدواها حيث نفذتها بريطانيا ونفذتها السويد وعلى ما يبدو أنها جاءت بنتائج عكسية بريطانيا يعني مئات حالات الوفاة يوميا عدا عن حالات الإصابة وأيضا السويد سجلت في الأمس أو آخر 24 ساعة تقريبا قرابة المئة حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس يعني الأعداد جاءت صعد لماذا يفتحون الحدائق حسين كينغ على فكرة هي حكومة فيينا حكومة فيينا كتير ركزت وأصرت على إعادة فتح الحدائق و يعني يكون في نوع من متنفس للناس لربما هذا الشيء في شيء ايجابي وممكن يكون في شيء سلبي اكيد يعني الامور ستبقى بشكل يعني خلينا نقول يعني قيد قيد المراقبه من الجهاز الحكومي بشكل كامل حتى يعني تحاول السيطره على الوضع ومقارنه الارقام والوقائع وكل يعني التطورات على الأرض وأيضا في الدول المحيطة طبعا كما أسلفنا في البداية السفر خارج النمسا فعليا متوقف وكل ما يسمى بالإجازات والرحلات هذا الشيء متوقف ولربما من منتصف الشهر المقبل يعني كما قالت كوستنجر وزيرة السياحة من الممكن أن تعود يعود شيء من السياحة الداخلية إلى النمسا يعني منى منى شيركو كم شوي طيب كيف, كيف سيبقى السفر محظورا السفر اللي خارج النمسا لاداء ال يعني الرحلات والعطلات هذا الشيء ممنوع هذا الشيء ممنوع في ال كما قالت اليوم في المؤتمر الصحفي اصلا في كثير دول ما بتستقبل حدا من حدا يعني هو فعليا بشكل او باخر موضوع متوقف اصلا آه منى ماذا عن مكتب العمل مكتب العمل معلق بامكانك آه تتصلي فيه اذا في عندك اي شيء بدك اياه منهم في امكانك تتصلي وتحلي القضيه هاتفيا اما اي مواعيد وحضور شخصي هذا شيء ملغى آه اشرف آه اشرف البهيه اشرف البهيه والله يا اخي اشوفه قرار غلط لانه الوضع بعد ما استقر وخاصه لحد الان ماكو علاج صحيح صحيح اكيد يعني السلام عليكم طمني عنك اه ما بدي ما اسمك انا سيتي بورصت مسلسل يعني ما فهمت عليك صراحه عن شو ما شو التعليق تبعك أه طيب اخي واللي خارج النمسا وبده يرجع بامكانه ينسق مع سفاره النمسا بالمكان الموجود فيه وهي كفيله بانها ترجعوا لانه هلا عم يحكوا انه يعني تم اعاده تقريبا 7100 شخص خلال الايام الماضيه كانوا خارج النمسا وقعدوا اما مواطنين او حاملين للاقامات النمساويه، هدول بحق لهم يرجعوا على النمسا والنمسا كفيله بترتيب اليه إرجاعهم اللي كان يشتغل 30 ساعه حوالي 1000 يورو صافي والان تسع ساعات كيف راح يكون الراتب؟ والله يا فورد بدك تنتبه بدك تسال موضوع مكتب العمل والشركه اللي انت كنت فيها لانه هلا في كورتس اربايت يعني انت بتشتغل بوقت مستقطع والباقي بكمله فعليا هو مكتب العمل الا يوجد تناقض بين فتح بعض المحلات وبين تمديد او البقاء على الحظر حتى نهايه شهر ابريل أ لا يوجد تناقض يعني رسلان رسلان نداف تمام يعني اكيد ممكن هذا الكلام اكيد في نوع من التناقض يعني بيرخوا من جهه وبيفلتوا من جهه اخرى فممكن المدارس خضير عاسي المدارس لبعد 15 الشهر الجاي بينحكى بامره اما حتى الان ما في اي شيء تعليم الالكتروني او عن طريق او عن 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 البعد تعليم عن بعد هذا ما زال قائما اذا مشاهدينا متابعينا يعني كانت هذه اهم الاسئله التي جاءت اليوم ضمن هذه النشره شكرا لحسن المتابعه ونذكركم سريعا باهم العناوين ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في النمسا الى 12840 اصابه و273 حاله وفاه المفوضيه الاوروبيه تستعد اطلاق استراتيجيه للخروج من ازمه كورونا ووزيرة وزيرة السياحة النمساوية السياحة ستعود ببطء بعد منتصف ماي المقبل والنمسا العودة لحرية السفر الكاملة مرهونة بهزيمة كورونا عالميا فن. ووزير الصحة النمساوي يحذر من الخروج في احتفالات عيد القيامة أو عيد الفصح وايضا فرض ارتداء الكمامات في النمسا يغذي الجدل حول تعميمها وجدواها وشركه الطيران النمساويه تطالب بدعم الحكومه بعد تكبدها بخسائر فادحه حيث وصلت وصل الدعم المطلوب الى قرابه 800 مليون يورو مشاهدينا متابعينا الكارم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم نشكر من خلف الكاميرات كادر العمل وأنا أحمد مراد ونلتقيكم غدا بإذن الله والسلام عليكم